حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة، فيها نستعرض لكم ملخص أخبار تقنية لهذا الأسبوع. الإعلان عن معالج كوالكوم الجديد سناب دراجون 768G قابل للتحديث الهوائي ويدعم شاشات الـ 120 هرتز. سامسونج تعمل على نسخة رخيصة من هاتف القابل للطي باسم جالكسي فولد لايت. LG تنوي إصدار هاتف بشاشة قابل للدوران لتكشف عن شاشة بحجم 4 إنش. تحديث الإنستغرام يضيف خيارات تحكم الإشارات والمنشن وحذف 25 تعليق والإبلاغ عنها دفعة واحدة. إطلاق التصميم الجديد للفيسبوك نسخة المتصفح بدعم الوضع الليلي. مميزات جديدة في تطبيق جوجل لينس على الأندرويد ومسح كلمات وقراءاتها بالصوت والتعرف على خط اليد ونسخة إلى الكمبيوتر. تويتر يطلق ميزة عرض التغريدات اللي تم اقتباسها والتعليق عليها على iOS. فورتنايت ستتوفر على أجهزة الجيل الجديد مع صدورها. الإعلان عن حلقة State of Play لاستعراض Ghost of Tsushima اليوم. وهذه كانت أهم الأخبار لهذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، مع السلامة.